سلام، كيفكم؟ اليوم شرح مبسط بس سريع راح يكون عن منتجات الماركة الأجنبية سويسري سوفيتال. عندها كثير منتجات، ولكن راح نستعرض اليوم شرح عن أشهر أربع ماركات عندها وعن استخداماتهم. يعني في حتى هاي الماركة الرابعة، هدول هن أشهر أربع منتجات لسوفيتال. راح نحكي عنهم بالترتيب. هلا في المنتج اللي حكينا عنه كذا مرة واللي استخدمه عندي ثمانينات للطول، هو هذا المنتج. مثل ما حكينا انه باختصار هم يعني هو افضل من منتج اللي بيكون عليه رسمه الزرافه الار جي فيت فوكس. طبعا افضل بالنسبه للاعمار اللي بتكون يعني فوق 12 13 سنه، اللي يعني بتكون اعمارهم بلشت تكبر، اللي في عندهم مشاكل يعني بتمدد العظام. بيساعدهم على تمدد العظم يعني اكثر. لو بتعرفوا اعمارهم فوق ال 10 12 13 بصير عندهم يعني نمو العظام بطيء، فهذاك افضل للاعمار المتقدمه. يعني اللي بيقول لك مثلا عمري 14 15 16 الافضل هاي النوعيه. طبعا عيبه الوحيد فقط اسعار الشركه انه غالي جدا ومرتفعه، ما لا عيب ثاني يعني، ولا المنتجات تبعها رائعه خارقه. مثل ما حكينا طبعا من التنويه، منتجات الشركه بتجي على شكل اقراص جمي، يعني اقراص مضى من حبوب. بتجي في جواتها 60 قرص، بيستخدم مرتين صباحا ومساء، كنصيحه مرتين. في عالم بتقول لا مره واحده، لا كنصيحه مرتين افضل. المنتج الثاني تبعهم هو تبع الشعر، طبعا في كل الفيتامينات اللازمه للشعر، من البيوتين طبعا، طبعا من البيوتين كبدايه، ولكن ضايفين عليه كل الفيتامينات اللي ممكن انه يتسبب تساقطها، ممكن عفوا يتسبب نقصان بتساقط الشعر، اللي كنا حاكيين عنها بفيديوهات كثيره، اللي هي الفوليك اسيد، اللي هي الفيتامين بي 6 بي 1 بي 12 النياسين، فيتامين اي، يعني كل شيء بخص الشعر جامعينه منتج واحد. يعني كمان ممتاز جدا طبعا، يعني لانه للشعر هاي بتوقع انه قطعه واحده كافيه يوميا، يعني ما بدا الا استخدام مرتين. هي 60 قطعه قميص. التساقط الشديد بيستخدم القرصين صبح ومساء، التساقط المتوسط قطع قرص واحد كافي. هذا هو. بنرجع منتجهم الثالث، عاملين شركه منتجات يعني قويه جدا. هاي الفكره لها سبب، هاي انه يعني غير انه مستوردين، لها سبب هاي انه اسعارها غاليه. اول شيء سبب انه مستورده، السبب الثاني عاملين شيء تراكيب متعوب عليها للامان يعني. هلا المنتج طبعا النوم عندهم اقنعني كمان جدا، هو اخر منتج. هلا في منتج خارق عاملينه، هلا راح اشرح لكم عنه. خلينا اشرح لكم عن منتج النوم. عاملين المنتج طبعا الميلاتونين. بالعاده نحن كلنا بنعرف انه الميلاتونين هو الهرمون بينظم النوم عند الانسان. في شغلات كثير، في ناس كثير ما بياخذوا الميلاتونين للنوم، مثلا بياخذوا المغنيزيوم ومع البي 6 لانه بيساعد على الاسترخاء فبسبب له النوم. في عالم لا بتقول انا باخذ الميلاتونين خليه يساعدني على النوم، منظم النوم عندي يعني ننظم ساعات النوم بالجسم. الشركه جامعه الكل مع بعضهم هذول سوا، جامعه الميلاتونين وجامعه المغنيزيوم مع البي 6 مع فيتامين بي 6، يعني منه بيولد لك شعور النعاس ومنه بيساعدك على الاسترخاء. يعني ف انه مثل ما بنقول بتنام نومه هنيه، يعني مو مثل دائما اذا بتلاحظوا اشخاص بيشكوا من ادويه المنوم انه انا نمت وفقت بعد ساعتين، وانه انا نمت وما احسنت كفي نومتي اكثر من ساعتين. لا، هذا بتنام وبتستمر بنومتك، هاي الفكره. هذا بتنام وبتستمر بنومتك. المنتج الاخير اللي عاملينه الريد كاربت كولاجين بوست. الريد كاربت كولاجين بوست هو عباره عن خلاصه من اللايسين، من البرولين، من الفيتامين سي، من الهيدروك اسيد، الفيتامينات اللازمه لتغذيه البشره. وانسوا الموضوع حتى تغذيه البشره، ضايفين عليه خلاصه البامبو. هدول كلياتهم بيشتغلوا مع بعضهم ليحفزوا جسمك على انتاج الكولاجين، يعني مشان الجسم عندكم هو نفسه ينتج الكولاجين وتستفيدوا منه بالنسبه لنضاره البشره، بتستفيدوا منه بالنسبه للمفاصل عندكم انه بتقوي المفاصل. يعني الفرق بينه وبين باقي المنتجات انه هذا مو حاط لك حبل كولاجين وعامل لك انه خذوا استخدمه، لا، هذا في مواد هي بتحفز انتاج الكولاجين بجسمك. يعني من مبدا الوقت اللي بيقول لك انه يعني بدل ما اعطيك سمك كل يوم، انه هذا عم يعلمك كيف تصطاد السمك هيك، يعني بحفز المواد التراكيب اللي فيه بتحفز انتاج الكولاجين بالجسم، يعني تخلي جسمك هو ينتج الكولاجين اللازم لبشرتك، لصحتك، للمفاصل اللي عندك. ما عم يعطوك حب كولاجين جواته، عم يعطوك المواد اللازمه لتحفز الكولاجين. وهدول هن اهم المنتجات تبع اليوم. وسلام.